Bonjour, mes élèves. Aujourd'hui, nous allons prendre en été D, les clips des artistes. النهاردة أولاد هناخد الوحدة الثانية بعنوان نادي أو جماعة الفنانين. الشخصية اللي عندي في الوحدة بتقدم نفسها وبتقول Je m'appelle Alex et j'ai 15 ans et demi. بمعنى أنا اسمي أليكس، ده اسم ولد طبعا، وأنا عندي 15 سنة ونص. الحاجات اللي بيحبها لأرت يعني الفن، ودي كلمة ماسكولين مذكر. لا ميوزيك يعني الموسيقى، ودي كلمة مؤنث. الحاجات اللي بيكرهها لا جيوغرافي يعني الجغرافيا، ودي كلمة مؤنثة. لا ليكتير القراءة، وبرضو دي كلمة مؤنثة. العناوين الرئيسية اللي هندرسها في هذه الوحدة كاتب لي dans cette unité في هذه الوحدة je vais أنا سوف identifier et décrire des objets بمعنى تعريف أو تحديد ووصف الأشياء. العنوان الثاني demander et dire l'âge et la date d'anniversaire بمعنى ازاي اسأل وازاي اقول العمر وتاريخ الميلاد. العنوان الثالث exprimer mes goûts بمعنى التعبير عن الميول، وكلمة جود دي كلمة ماسكولين مذكر، وكلمة جو بتديني ان انا اعبر عن الحاجات اللي بحبها او الحاجات اللي بكرهها. بعد كده بيقدم لي البروجي فينال او المشروع النهائي من هذه الوحدة، فبيقول dans cette unité في هذه الوحدة nous allons نحن سوف exprimer nos goûts احنا هنعبر عن ميولنا، نقول الحاجات اللي بنحبها والحاجات اللي بنكرهها. في الصفحة الثانية من الصفحات الافتتاحية للوحدة الثانية كتب لي Associer les étiquettes aux photos بمعنى وصل البطاقات بالصور. كتب لي في البطاقات كلمة La musique يعني الموسيقى، La peinture يعني الرسم بالفرشاة، Le dessin يعني الرسم بالقلم الرصاص أو بالألوان الخشب. طبعا احنا هنوصل كلمة La musique بالصورة رقم 3، كلمة لا بينتير هنوصلها بالصورة رقم 2، أما كلمة لدسان هنوصلها بالصورة رقم 1. نيميرو دي كومون سابيل لي بيرسوناج دي نوتر يونيتي كيس كلام. سؤال بيقول ما اسم الشخص بتاع وحدتنا وماذا هو يحب. طبعا في الإجابة هنكتب Le personnage de notre unité s'appelle Alex. Il aime l'art et la musique. الشخصية بتاعت وحدتنا يدعى أو يسمى أليكس، وهو يحب الفن والموسيقى. نيميرو 3 بيوجه لك سؤال وبيقول لك إي توا وأنت كيس كو تي إيم ماذا أنت تحب. في صفحات المقدمة بتاعت الوحدة الثانية كاتب لي العنوان دان لا شامبر دي أليكس بمعنى في الغرفة الخاصة بأليكس. كاتب لي بعديها افان ليكوت بمعنى قبل السمع، يعني قبل ما نسمع المحادثة. نيميرو 1 اوبسيرفي لو ديسان لاحظ الرسم اي ريبوند واجب. مديني اكزامبل Alex a un ordinateur بمعنى Alex عنده حاسب آلي، كمبيوتر يعني. طبعا لو بصينا في الصورة هو كاتب لي الإجابة vrai بمعنى صح. السؤال الثاني بيقول لي Alex aime le tennis، هو Alex بيحب التنس. لو أنا بصيت في الصورة ناحية اليمين هلاقي فيه مضرب تنس، فطبعا الإجابة هتبقى vrai صح.
السؤال الثالث، لامي دي أليكس سابيل هوجو، هو صديق أليكس اسمه هوجو؟ لو بصيت في الحديث اللي موجود جوه الصورة هلاقي إن الإجابة فري صح. في السؤال الرابع بيقول لا شامبر دي أليكس إيه رانجي، بمعنى غرفة أليكس تكون منظمة أو مرتبة؟ لو بصيت كويس قوي في الصورة هلاقي الأوضة متلخبطة شوية، فطبعا الإجابة بتاعتي فو خطأ. آخر سؤال بيقول لي أليكس أم ليفر، هو أليكس بيحب اللون الأخضر؟ لو بصيت كويس في الصورة هلاقي إن هو لابس تيشيرت أخضر، وحتى المخدة اللي على السرير برضه لونها أخضر، فطبعا هقول فري صح. بعد كده كاتب لي نيميرو دي اسوسيي لي مون سويفون، يعني وصل الكلمات التالية، ونيميرو دي دسان بالأرقام اللي على الرسم. كاتب لي بعض الكلمات وانت هتوصلها من خلال الرسم. دي ليف يعني كتب، دي كلمة ماسكولان مذكر. انتيب دي بنتير معناها أنبوبة ألوان للرسم بالفرشاة. إن كونسول دي جو بمعنى جهاز الألعاب زي البلاي ستيشن مثلا. أن بيرو يعني مكتب. اللكتير ام بي 3 يعني جهاز قراءة الأغاني. دي سيزو يعني مقص، ودي كلمة مسكولة مذكر دائما جمع. أن براسالي برازيليان يعني حظاظة برازيلية. إن تشيس يعني كرسي. إن راكيت دي تنس يعني مضرب تنس. إن كالندريه يعني نتيجة. إن أورديناتار يعني حاسب آلي. إن سيدي يعني سيدي اسطوانة. في الجزء اللي بعد كده كاتب لي إيكوت اسمع، قوليلي ديالوج وإقرأ المحادثة. ودلوقتي هنسمع مع بعض المحادثة. Salut. Salut Laura. Entre. Ça va? Qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet brésilien pour l'anniversaire d'un copain. Un copain? Et comment il s'appelle? Hugo. Quel âge il a? 15 ans. Et c'est quand son anniversaire? Le 10 octobre. Et il a... Tu me passes les ciseaux s'il te plaît? Ouais. Une maquette de bateau? Elle est super. Oui, j'adore les maquettes. Et moi, les bracelets brésiliens. Et mon anniversaire, c'est le... Oui, le 6 novembre, je sais. ودلوقتي هنسمع مع بعض أهم الكلمات والتعبيرات في المحادثة. أول سؤال عندي جه في المحادثة كاسكو سي يعني ما هذا، للسؤال عن شيء غير عقل. السؤال الثاني كال آج إلا بمعنى ما عمره. السؤال الثالث سي كان سون انيفرسير بمعنى متى يكون عيد ميلاده. السؤال الرابع تومي باسي لي سيزو سيل تو بلي، بمعنى انت هتمرري لي او هتعطيني المقص من فضلك. الكلمة اللي بعد كده ان ماكيت دي باتو بمعنى نموذج مصغر لمركب. اخر تعبير عندي جسي يعني انا اعرف. جايب لي شوية اسئلة على المحادثة وبيقول نمرو كاتر شوازي لا بون ريبونس، اختر الإجابة الصحيحة. مديني اكزامبل او سي تروف لي بيرسوناج. كتب لي نمرو ا دان لا شامبر دي أليكس يعني في غرفة أليكس. نمرو بي أليكول. السؤال بيقول أين يوجد الأشخاص؟ طبعا الإجابة بتاعتي هتبقى نمرو ا دان لا شامبر دي أليكس يعني في غرفة أليكس. السؤال الثاني كو في أليكس، ماذا يعمل أليكس؟ بيعمل إيه؟ نيميرو أ أن براسالي يعني حظاظة. نيميرو بي إن ماكيت يعني نموذج مصغر. طبعا هنختار نيميرو أ أن براسالي. السؤال الثالث كومون سابيل لو كوبان دي أليكس، ما هو اسم رفيق أليكس؟ نيميرو أ لورا. نيميرو بي هوجو. طبعا هختار نيميرو بي هوجو. اخر سؤال بيقول لانيفرسير دي لورا اي، بمعنى عيد ميلاد لورا يكون. نيميرو ا لي 10 اكتوبر يعني يوم 10 اكتوبر.
ولا نيميرو بي لي 6 نوفمبر، يعني يوم 6 نوفمبر. طبعا اختار نيميرو بي لي 6 نوفمبر. اوريفوار اي بون شانس.